مرحلة صعبة مرت فيها الأمانة التنفيذية لأنا ميزون دي ميديا دي تشاد أن الرئيس الجمهورية أدى أمور وأمور أن نفذت بكفان أنا كل الإجراءات والخسائر بخص ميزون دي ميديا دي تشاد تطبيق الأمور الفضل أداها الرئيس الجمهورية يعني ما نقدر نحصل على بيت الصحافي بما دورا المارشال وكذاك يعني بيت يكون عند بيوت مسكن كان الجورناليست الجايين ضيوف ولا جايين من داخل البلد ولا من خارج كل يقدروا يلقوا بأرخص ثمن ولكن يكون أساس هنا تمويل بنفس الوقت لدار الصحافة نربط صلوبنا كلنا وخاصة الناس الموجه عليهم الأمور عن الرئيس الجمهورية لنحصل لنقعة تقدر نقدر نبني فيها الميزون دي ميديا في أسرع وقت مصر ما دورا الرئيس إذا ما عملوا جهودهم يعني نقبلوا في مرحلنا الأول ونكون في نفس الصعوبات ويكون الأمور ده فاتوا في الريه أو نساند السكرتارية إكزيكتيف إشان بكل جهد نطبق الأمور قالها الرئيس الخدمة انت البنى انا دار صحافة تبدأ بأسرع وقت.